في الواقع، بينما يكافح من أجل الحياة لا يضيع برمينا الوقت ليأخذ مكانه بجوار أوزان. يعتقد سبتمبر أن إرمز التي تراها في دولة صديقة مع ملك قد فتحت بالفعل صفحة جديدة. على الرغم من أن نرمين تعاني من فرحة لم شملها مع ابنتها إلا أن هناك بعض الشكوك فيها يقيد برشين أسليم إلى كرسي في المنزل الجبلي ويدير الغاز ويتركه ميتا الشاعر ينتظر اسليم في يوم الرؤيه لكن بيرشين ياتي بدلا من اسليم الرازيه تعذب سبتمبر يركض الى المهام الصعبه يوبخ انه يتصرف مثل المنافق امام عائلته فتاه سمينه تذهب الى مختبر الحمض النووي يذكر المصاحب ان هناك شكوكا في ان النتيجه ربما تم تغييرها يجيز يعطي انتباهه إلى كوراي مرة أخرى. يحاول الملاك للحفاظ على الاهتمام عليك مع جميع أنواع الألعاب. اكتشفنا أن إل وأنا كنا أصدقاء منذ المدرسة الإعدادية. سبتمبر ويا إرمز لديهم الفرصة لمواجهة بعضهم البعض في المقهى حيث يتم حبسهم. بينما يقترب كوراي بشكل متزايد من إل فإن حياة يا إرمز معرضة أيضا لخطر اقتراب ملاك نتيجة محكمة الشاعر تدفع كل من يحب الشاعر وخاصة في المقام الأول للبحث عن الأمل يتوقع أوزان أنه سيحصل على نتيجة إيجابية من المحكمة والتخلص منها في ذلك الوقت تبحث شول عن طرق لإخفاء سلاح الجريمة في المنزل تحاول رازية إدخال العفة إلى منزل نرمين كملاك الملاك الذي يعجب يا إرمز لا يستطيع الانتظار يجعل رازية تتساءل عن قرارها في نظر رازية التي جعلت ميلاك هايد نرمين ابنتها لم يتبقى لشهر سبتمبر أي قيمة نقدية بدأت في وضع خطط لفصل سبتمبر عن ابنها وإرساله بعيداً يتحد اسليم ويا ارمز لاثبات براءه اوزان بينما تتمنى جوليدي انقاذ ابنها تتعلم ان الشركه تحتاج ايضا الى الخلاص سبتمبر يذهب الى مقهى لتلبيه متبرع الذي سوف يعطيها منحه دراسيه في الواقع تم القبض عليه لمحاولته القاء اللوم على اوزان عندما يذهب الى السجن يمسك الشاعر في اللحظه الاخيره ويقول الحقيقه غير كوري نتيجة اختبار الحمض النووي رازي يقارن إيفيت ويا إرمس تقع العفة في الحب بمجرد أن ترى يا أوشنز ينتقل نرمين للقاء الإرمل من خلال المعلومات التي قدمها به إرميت غير مدرك إلى أين هو ذاهب سبتمبر على وشك مقابلة نرمين سيفعل ياغيس أي شيء للعثور على سبتمبر المختطف أسل إرم وأوزان يختبئان من الشرطة من ناحية ومن ناحية أخرى يتابعان الحقيقة رازية محاصرة عندما علمت أن نرمين قريبة جدا من العثور على ابنتها سبتمبر يتلقى نتيجة اختبار الحمض النووي الصبي من يائمس لكن رجال عدنان اختطفوه قبل أن يتمكن من فتح الظرف ومعرفة ذلك سوف يأتي الزيت بعدك في الحقيقة هو سيختطف الشاعر ليس لديه نية لتسليمها إلى الشرطة تم نقل كان إلى المستشفى مصابا بجروح عندما يكتشف الشاعر وأسليم هذا الأمر يرفعان آمالهما لكن إرمولا يقتل كان المحقق الذي استأجره نيرمين يجد إل إرميل نيرمين غير مدرك أنه سبتمبر إنه سعيد لأنه تم العثور على ابنته يا إرمز مصمم على جعل إرمل يقول الحقيقة كوراي الذي يفيض بصبره على عدم قدرة يا إرمز إرمل على الانفصال مصمم على إثارة الأمور عندما يتم سحق الشاعر تحت وطأة الجريمة التي ارتكبها سيكون من الجيد في الواقع التواصل معه مصير كان سيؤثر على مصيرهم كذلك عدنان يضغط على إل إرمل بسبب ديونه لإحسان من ناحية أخرى يعاني سبتمبر من ضغط كوراي ويذهب إلى العيادة لإجراء الاختبار لمعرفة من هو الطفل حقا توصلت يا إرمز التي تتبعها إلى استنتاج مفاده أن الطفل قد يكون من نفسها وليس من كوراي بناء على حقيقة أن الإرم الخضع لاختبار الفاتح يحبس الشاعر يعتقد أوزان أن كان اختطف جوليدي وبينما كان يكافح مع كان أطلق إرمول النار على كان من مسافة بعيدة يعتقد الشاعر أنه أطلق النار على كان بنفسه الشاعر يبحث عن طرق لتعويض سليم ومع ذلك ليس لدى أسل إرم أي فكرة عن مسامحة الشاعر عدنان الذي اعتقل بسبب حادث يا إرمار يحتاج إلى خطط جديدة بينما يعاني يا إرمز من ألم إدارة ظهره لعائلته فان سبتمبر وعائلته يعطونه ذرعهم واجنحتهم سبتمبر يقترض من قرش القرب يدفع المال للمستشفى يعيش لديه عمليه جراحيه العمليه ناجحه نتيجه لجهود يا اوشيمز الذي سقط في مطارده الشخص الذي ضرب يا ارمار تخرج نهايه الحبل الى عدنان تم القبض على عدنان امام عيني يا ارمز يهرب كوري يحاول الشاعر أن يجعل الكان يتكلم لكن الفاتح يتدخل في الموقف قبل أن يتمكن من الوصول إلى أي بيانات عن الفاتح بيرشين يعاني من نزيف يجبر أوزان أسلين على ركوب السيارة بالقوة سيفتقدها تقترب يا إرمار من الموت كل دقيقة وتحاول سبتمبر موازنة أموال جراحة والدها من ناحية أخرى يبحث يا أوشميز عن أثر السيارة الزرقاء التي اصطدمت يا إرمار أوزان يحدد لمعرفة من الذي وضع اللعبة التي تسببت له وأسليم لتفريق تعود ذاكرة جوليدي وتخبر أوزان أن أسليم بريء يجد بيرشين الرسالة التي تركها كان على باب سليم يا إرمار في المستشفى. يقول الطبيب إنه يهدد الحياة هناك حاجة إلى 300 ألف ليرة للعملية يقول سبتمبر أنه سوف تجد المال يذهب يا إرمز إلى مكان الحادث ويجد الطفل يا إرمار الذي اشتراه الإيل إرمل ويعطيه إيل إرمل عندما علم أن والده قد غفر له يجد سبتمبر السلام وإن كان مؤقتا. بينما ينتظر برشين بفارغ الصبر إلغاء زفافه مع أوزان يلاحق اوزان ملاحظه غير متوقعه هل سيفوز يا ارمار بالقتال من اجل الحياه بعد الحادث الذي تعرض له سوف كوراي الذي تركه في منتصف الشارع تحقيق هدفه بعد ان خسر عدنان القضيه قرر ان يقتل يسار الذي لديه ضغينه ضده يعين كوراي لهذا الغرض حتى لو لم يرغب كوراي في ذلك فعليه ان يفعل ما يقوله عدنان يضرب يسار بسيارة لقد أحببتك مرة واحدة انتهى فيديو المعلومات الخاص بنا هنا لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات